مسؤول طاغي، موظف طاغي، مدير طاغي، شحال بمجرد تنتهي الوظيفة ترجع مكانش، قائد طاغي بمجرد عندك فترة وجيزة بمجرد تنتهي ترجع مكانش، يولي الشي اللي مارستها بغيت تمارس الربوبية، بغيت تمارس الربوبية تولي ضدك. كان غير واحد اللي فيه صفة الربوبية اللي هو الواحد القهار، تعرف علاه؟ ما يموتش، ما عندهش وقت، ما يموتش خالد، فيه صفات الربوبية، خلق الكون، يتحكم في زمام الأمور، مش يتحكم فيها. وي أما أنت وقت عام عامين 25 30 60 سنة انتهت، نحسبوها لك انتهت 60 سنة انتهت، روحت اتونسيون تمارس هذا الشيء. ما يقول لك لا سلطان لا جاه لا مال لا محزن، حاجة ما تقعدش، حاجة ما تقعدش، ديرها في راسك، تظلم الناس، تلعبها لا شيء، نحن لا شيء، ما كانش احنا في ذاك الوقت، ما كانش لا رتبة لا قائد سياسي لا خرطي لا والو، كل شيء تنتهي عندك مرحلة صغيرة، كل شيء يضرب لك في الصفر. اما كي تكون لاباس بيك ومخلص وكاع، وحاول تكون لاباس بيك على الاقل يذكرك بخير، هذا الشيء اللي تربح على الاقل يقولوا ولدي الله يرحمه والله لاباس، انتهى امرك، انتهى امرك، دمتم في رعاية الله وحده.